In healthy adults, there are two normal heart sounds. يعني بالحالة الطبيعية الاعتيادية أكو عندي two normal heart sounds. First, we call it the lab. أو ثاني نسميه dub. بصير عندي lab, dub, lab, dub. هذا يصير sequence martin with each heartbeat. يعني مع كل نبضة قلب تسمع lab, dub. أول واحد يسموه first heart sound والثاني second heart sound. The first heart sound اللي هو lab جاي منين؟ من closure of atrioventricular valve. Closure of atrioventricular bulb يعني انسداد هاي البالب راح يعطيني الصوت الأول. أما الصوت الثاني اللي هو الأستو أو نسميه الدب هذا منين جاي؟ Closure of the semilunar bulb. يعني the closure of bulbs create the sound بس وينما the opening of bulb create no sound. فإذا بسرعة ما صار عندي صوتين للقلب الأسون اللي هو first heart sound اللي سميناه اللب اللي هو جاي منين؟ Closure of atrioventricular bulb. والS2 اللي هو second heart sound اللي هو سميناه الدب اللي هو جاي منين؟ closure of the semilunar valve. واضح؟ هاي هي اللي هي two normal heart sound. أكو عندي يقول other sounds ممكن موجود يسموها heart murmurs. heart murmurs هاي تنسمع بستيثوسكوب خاص يعني سماعة خاصة تقدر تسمعها. هاي من جاي من اللامينر. أكو عند الفلو of blood through the heart يعني عملية مرور الدم داخل القلب والأوعية المتصلة بالقلب يسموه لامينر فلو يعني شلون نقول smoothly فلو. بينما في بعض الأحيان يكون مثلا عندك استينوسيس بالبال أو أثيروسكليروسيس هنا بالأرتريز هاي الكبار فايش يصير الفلو بدل ما يكون لامينر يكون تربلنت فلو يعني يصير بدوامة. فهاي الدوامات مال مرور الدم راح تشكل عندك other heart sound اللي يسميه heart murmur. ممكن تكون pathological ممكن بعض الأحيان يعتبروها physiological. هاي تخصص أطباء الاختصاصهم ويسموها بستيثوسكوب خاص. فإذا صار عندي two heart sound S1 و S2 جيد. Now let's talking about the coronary circulation. The coronary circulation as you know heart as an organ it need nutrient يعني هو كعضو هو يستخدم الدم كله ويضخ الدم كله مال الجسم لكن كعضو يحتاج يتغذى يحتاج نيوترينت. فالتغذية ما تتجي عن طريق ما تتجي عن طريق الكورونري آرتري. الكورونري آرتري هو برانش من الإيورتا. الإيورتا اللي هو يأخذ الدم المؤكسج من القلب ويطلع يوديه إلى أنحاء الجسم. أول ما يطلع من القلب يتفرع من عنده فرع صغير يسموه كورونري آرتري. هذا الكورونري آرتري بي تو برانش اللي هو رايت وليفت كورونري آرتري يغذي جانبي القلب يتفرع إلى فرعين ويغذي القلب بكل. وهذا أيضا يمتاز بأنه شنو extensively branched يعني به تقسيمات كلش قوية بحيث أنه يغطي كل أجزاء القلب تقريبا. هذا يستلم حوالي 5% من الدم الخارج من الأورتا. الكورونا أرتيري يسيب حوالي 5% من الدم اللي يضخه القلب عن طريق الأورتا. واضح؟ ويسوي اللي قلنا باس نيتورك يسوي شبكة كلش قوية من الكابيلاريز تغطي لي حوالي كل المايوكارديوم. واضح؟ زين والنوب هذه الأرتيريز راح تتجمع وتعطيني الفينز اللي عفوا راح تشكل لي what's called the vein of the heart اللي تصب مباشرة أما تصب بالكورونري ساينس أو تصب مباشرة بالرايت أتريوم وترجع الدم الغير المؤكسج إلى الرايت أتريوم واللي يضخه ويوديه للرئتين على مود الصفة مرة ثانية. واضح؟ هذه فكرة بسيطة عن الكورونري سيركليشن. هسا نطب شوية مواضيع مهمة بالنسبة للفيزيولوجي هي الانترنسيك والإكسترنسيك control of the heart beat. As we know that the heart is يعني يسموه انه it can generate itself by itself. هذه اتذكر احتفظناها بالسموث مصل وقلنا have the ability to generate action potential spontaneously. So the part of the heart normally beat in ordinary sequence. يعني هذه عملية التخلص والانبساط مال القلب هي تكون not haphazard يعني مو عشوائية وإنما in ordinary sequence. شو يصير in order sequence؟ يصير بداية عندي atrial systole راح يسمعون بكلمة systole ودايستول. السيستول معناه contraction والدايستول معناه relaxation. واضح؟ بعد ما نستخدم ربما contraction relaxation بالهارت نستخدم مصطلح سيستول ودايستول. فبداية السيكونس الأساس شنو هو؟ atrial systole يصير contraction بالأترية followed by شنو؟ ventricular systole. واضح؟ يعني ما يتموت ميلتين contracted at the same time both the atria and ventricles. لا يصير contraction بداية بالأترية ويصير شوية عدة delay يلا يصير عدة contraction بمن؟ بالventricles. هسه بعدين راح على physiological significance بعدين راح نشوفها ليش. واضح؟ فإذا شو يقول؟ يقول إنه البيت تكون in order sequence. هذا sequence شنو هو؟ atrial systole followed by ventricular systole followed by diastole. فيصير بداية contraction هنا يتبعه contraction هنا ومن ثم relaxation للكل. الكل يصير بي diastole. فبالdiastole
four chambered كلها تكون شبيها relax. واضح؟ زين. The heartbeat originate هاي النبضة القلبية when originated in a specialized cardiac conducting system. يعني جهاز التوصيل الكهربائي داخل القلب اللي هو السراح نتعرف عليه. هذا جهاز التوصيل الكهربائي داخل القلب the conducting system يتألف من يم؟ يتألف من سيانو أتريال نود، internodal atrial pathway، atrioventricular node، والبندل أوف هيس، والبركنجي فايبر. واضح؟ هسا نجي نشوفه بالتفصيل. زين. هذا سمينا قلنا conducting system of the heart. هذا الصورة مالته هنا واضحة. هاي السيانو أتريال نود، هذا الانترنودال، هذا اللي هو الجزء الثاني من عدة اللي سميناه انترنودال أتريال باثوي، هذا خاص الأتريا. هاي العفو سيانو أتريال نود، العفو هاي السيانو أتريال نود، هذا الانترنودال باثوي، وهذه الأتريو بنتكيرال نود، وهذه البندل أوفيس تتفرع إلى ثنية، ومن ثم البركنجي فايبر اللي تغذي كامل القلب. هذا سميناه conducting system of the heart. هذا conducting system of the heart. أوكي. هذا conducting system of the heart كلهم ذني شبيهن have the ability to generate action potential. The various part يعني كل أجزاء conducting system under abnormal condition ربما في بعض الأحيان غير طبيعية حتى الكاردياك موصل نفسها have the ability to generate action potential. واضح؟ فبارت من البيوكارديوم capable of spontaneous discharge يعني تقدر انه تقود نفسها بنفسها وتعطي نبضات من يلها. بصورة عامة السيانو أتريال نود هي النورمال ديسشارج. واضح؟ فيسميناها شو يسموها النورمال بيس ميكر. اذا النورمال كاردياك بيس ميكر من هي السيانو أتريال نود. واضح؟ يعني بمعنى انه هسه هذا الكوندكشن سيستم كله عنده القابلية انه جنريت اكشن بوتنشال، لكن بالوضع الطبيعي الاساسي من هي البيس ميكر الرئيسية مال الهارت هي السيانو أتريال نود، هي اللي تحدد لي النمبر اوف هارت بيت او الهارت ريت. واضح؟ زين. هسه نجيها شوية شوية بالتفصيل. نجي على الاول وحدة، اي هي السيانو أتريال نود. سيانو أتريال نود اللوكيشن مالته هو موقعها، موقعها اثنين طبعا الاتريال أتريال نود اتريا بنتركيرال والسيانو أتريال اثنيناتهم وين؟ بالرايت أتريال. اثنيناتهم بالرايت أتريال. بس السيانو أتريال نود وين؟ تكون في موقع دخول او الاتاتشمنت اوف ذا سوبيريور فينا كافا وذ ذا رايت أتريال. فاذا السيانو أتريال نود موقعها هي النورمال بيس ميكر قلنا بالهارت واورجينال بالنورمال هارت بيت، هي كولكشن اوف سبيشلايز مايوسايت وين نير ذا سايت وير ذا سوبيريور فينا كافا انتر ذا وول اوف ذا رايت أتريال. واضح؟ هاي بالنسبه لمن؟ للسيانو أتريال نود. زين. الثانيه اللي هي الاتريو فينتريكولار نود موقعها شنو هي؟ هذه طبعا شنو بيها فتش الله مهمه. يقول الاتريو فينتريكولار نود هي it is the only electrical communication between the atria and ventricles. بمعنى انه هذه هسه الامبلس اوريجينيتد في هذا المكان راح تنتقل الى كل اجزاء الاتريا سواء اليمين او اليسار. من راح تنتقل توصل الى هذا المكان، هذا المكان اللي هو بين من الحاجز بين الاتريا والفنتريكلز، هنا الحاجز بين الاتريا والفنتريكل have no ability to conduct impulses. بمعنى هذا هنا اكو عازل للكهربائيه ما يسمح بمرور الكهربائيه منه. فاذا المنفذ الوحيد، المنفذ الوحيد لمرور الكهربائيه بين الاتريا والفنتريكلز هي منه؟ هي الاي في نوت. واضح؟ هي الاي في نوت. إذن الاي في نوت it is the only electrical communication between the atria and ventricles. فمن راح توصل السيل العصبي هنا راح توقف، هنا راح توقف، هنا راح توقف. من تعبر؟ تعبر فقط منين؟ من الاي في نوت. الميزة الأخرى بالاي في نوت إن الاتريال كونتاكتينج فيلوسيتي مالتها قليلة، بمعنى إنه تأخر قليلا عبور الكهربائية. There is a delay of about 1 millisecond. فراح يصير تأخير بمرور الكهربائية in about 0.1 ملي سكند، وهذا طبعا الى فد فيزيولوجيكال سيجنيفيكانس همين بعد شويه راح نشوفه ونعرف ليش. ماشي؟ فاذا الاي بي نوت هي الاونلي الكتريكال كوميونيكيشن بين الاتريا والفنتريكلز كاركترايز باي فيري سلو الكتريكال كوندكشن. ليش نفايته؟ تو انشور جن السيجنيفيكانس مالته تو انشور ذا اتريال كونتراكشن كومبليتد بيفور ذا فنتريكل كونتراكشن. واضح؟ فاذا هسه احنا بقولنا السيكونس انه يصير بالاتريال كونتراكشن ومن ثم الفنتريكل كونتراكشن، والا شنو الفائده لما الاثنينات يتقلصن في نفس الوقت؟ ما راح يستفاد شيء. المفروض يصير علميا هذا يتقلص يدفع الدم لهنا، واضح؟ ومن ثم هذا يتقلص حتى يدفع الدم الى انحاء الجسم. فاذا هذا يتقلص اول شيء ثم هذا يتقلص. اذا هي نفس السير العصبيه يعني نفس المصدر الكهربائيه، فشلون راح نضمن ان هذا يتقلص قبل هذا؟ لازم اكو ديلي هنا يصير وين؟ بالاي في نود، بحيث يكمل تقلص هذا يلا تعبر التيار الكهربائي هنا على مود هذا يتقلص. واضح؟ So there is a delay of about 0.1 millisecond. هذا شنو الديلي فايته؟ To ensure the atrial contraction before the ventricle contraction. واضح؟ زين. هسا هذا الاي بي نوت يكون continuous ويا من؟ ويا الجزء الثالث اللي هو الاتريال فنتريكل بندل يسموه بندل اوف هيس. الجزء الثالث اللي هو البندل اوف هيس. البندل اوف هيس يسوي كاريير سيجنال من الاتريا للفنتريكلز،
واضح؟ و divided into right and left bundle of fist تقسم إلى جزئين اللي هي تروح جهة اليمين وجهة اليسار تنتهي بالبركنج فايبر اللي هي عبارة عن extensive fibers that will innervate all the heart muscles واضح؟ تنتهي بالبركنج فايبر اللي هي transmit electrical signals vulnerability to all part of the ventricle myocardium واضح؟ فإذا صار عندي أربع أجزاء للconducting system بداية من السيانة atrial node IV node bundle of fist وبركنج فايبر هذا بالنسبة لمن هذا يسموه intrinsic control of the heartbeat تنظيم عمل القلب أو تنظيم نبضات القلب الداخلي يعني شنو هو driven itself by itself يعني كان originate the heartbeat يحافظ على heartbeat على سرعة معينة للقلب بنفسه ما إلى أي تأثير خارجي التأثير الخارجي شنو هو يسموه extrinsic pathway extrinsic pathway شنو هو يعني تذكرون أعتقد حكيناها بالمحاضرة أعتقد على كانت على جي آي تي أو فتشي على سموث مصل إن هو كان driven itself by يعني بد velocity عادية هذا increase or decrease the velocity يعتمد عليه ما تعتمد على autonomic nervous system يعني هسه هو الهارت يشتغل وحده بوجود سيانا أتريال نود والأي بي نود يشتغل وحده لكن we can increase the heart rate or decrease the heart rate by the action of autonomic nervous system الهارت receive both division receive sympathetic and parasympathetic يستلم both division لما قلنا الاوتونوميك نيرفس سيستم هو عباره عن sympathetic وparasympathetic الهارت اعتقد حكينا بالنيورو يستلم both sympathetic and parasympathetic فواحد يزيد الهارت ريت وواحد يقلل لي الهارت ريت فدني نسميه الاكسترنسيك باثوي اذا الانترنسيك هو الداخلي هي الاس اي نود وجماعته الاكسترنسيك هو الاوتونوميك نيرفس سيستم السيمباثيتك والparasympathetic فشو يقول هنا the excitatory and conductive system of the heart receive innervation from both division of the autonomic اللي هو sympathetic والparasympathetic شو قول العبارة أنه although the basic heart rate is set by the intrinsic conduction يعني السيارات هي اللي تحكم بضربات القلب لكن الautonomic nervous system can modify the heart rate can increase or decrease هسا من يزيد ومن نقلل هسا راح نشوفه أول واحد اللي هو قلنا sympathetic شو نسميه نسميه الأكسلريتر شنو أكسلريتر يعني معناها المسرع المسرع لما نقول سكليتر بالسيارة سكليتر معناها أكسلريتر يعني المسرع فالsympathetic هو الأكسلريتر شو يسوي increase both heart rate and force of heartbeat يعني يزيد السرعة ويزيد the force of contraction واضح؟ فيزيد the overall activity of the heart شلون؟ which mechanism the mechanism of the sympathetic stimulation of sympathetic nerve release يا هرمون نتذكر كل زين sympathetic norepinephrine واضح؟ فإذا norepinephrine بالsympathetic nerve binding norepinephrine من الريسبتر مالته بالهارت نتذكره البيتا 1 واضح؟ فإذا استيميليت البيتا 1 ادرينرجيك ريسبتر البيتا 1 شو راح يسوي لي استيميليشن مالته راح يزيد البرميابيلتي للفايبر المال للصوديوم وللكالسيوم وعليه من زيد برميابيلتي للصوديوم وللكالسيوم راح يصير عنده دي بولرايزيشن فمن صار الى ترجعوا للنيورو فمن صار دي بولرايزيشن بمعنى ايش راح يصير زيد الهارت ريت وزيد الكوندكتنج وزيد الكونتراكتيليتي عندي سبيشال او سبيسيفيك تيرمز هنا مصطلحات خاصه نستخدمها بالكارديو اللي هي الهارت ريت نسميه كرونوتروبيك افكت فاذا زياده بالهارت ريت راح يصير نسميه positive chronotropic effect وإذا زيادة بالconduction of action potential نسميه positive gudromotropic effect وإذا زيادة بالcontractility نسميه positive inotropic effect واضح؟ فبالامتحان ما يجيك increase heart rate هسه حتى بالشيت مال بعض الأدوية متفتحها وتقرأها مال heart يقول لك هذا العلاج إلى positive chronotropic effect فأنت لازم تعرف شنو معناها positive chronotropic effect معناها زيادة الheart rate أو يقول لك positive gudromotropic effect تعرف شنو معناها إنه زيادة بالconduction of action potential واضح؟ فإذا sympathetic effect of the heart هي increase than 3 واضح؟ بينما الparasympathetic شو راح يسوي لي it will slow the heart rate and force of contraction هذا على العكس على النقيض من sympathetic راح يقلل لي الforce والrate of contraction الميكانيكية مالته طبعا بالparasympathetic من هو النيوروترانسميتر هو الاستيكولين واضح؟ فينفرز الاستيكولين يرتبط بالريسبترز موجودة بالهارت لا تذكروها يرتبط الهارت بالنادلي زين increase the permeability of the fibrillary to potassium ion واضح؟ potassium ion واضح؟ فإذا الاستيكولين ارتبط بمسكانيك ريسبتر الموجودة فراح يزيد البرميابيلتي إلمال البوتاسيوم ايون إذا ارتبط البوتاسيوم ايون راح يسوي يسوي الهايبر بولرايزيشن لا تتذكروا هايبر بولرايزيشن وعليه راح يرجع إنه يسبب لي راح قلة الهارت ريت وقلة الكونتاكتنج فيلوسيتي وقلة العفو الكونتراكتيلتي إذا هنا كلهن يزدادن وإذا هنا كلهن يقلن فهنا كلهن بوزيتيف هنا كلهن نيجاتيف إذا نيجاتيف كرونوتروبيك نيجاتيف دروموتروبيك ونيجاتيف إينوتروبيك إفكت هذا الأكشن مال الباراسمباثيتيك واضح نتوقف لهنا على مدى الوقت وإن شاء الله نستكمل لكم بالسلايد الجاي.